أهلا بكم مشاهدينا. موضوعنا الرئيس في فقرتنا المغاربية الليلة سيكون من المغرب، حيث عادت صحيفة أخبار اليوم إلى محور حديث الناس هذه الأيام بعد اعتقال الصحفية هاجر الريسوني بتهمة ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع، وذلك بعد أن كانت الصحيفة نفسها قد هزت قبل عام ونصف الجسم الصحفي والإعلامي والحقوقي بالبلاد بعد اعتقال وسجن مدير نشرها توفيق بوعشرين بتهمة اغتصاب قاصرات. الأمن المغربي يؤكد أن الاعتقال ليس له أي علاقة بمهنة هاجر، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية كما يقول الأمن المغربي. أما الوسط الحقوقي والإعلامي فيتهم الدولة العميقة في المغرب بمحاربة كل من يعارضها عبر تلفيق تهم جنائية لا أساس لها من الصحة. نذهب إلى الرباط، معنا من هناك السيدة خديجة الحقوقية، خديجة الرياضي. سيدة خديجة، كحقوقيين كيف تنظرون إلى تطورات هذه القضية؟ أظن أن الآن هناك حملة تضامن قوية مع الصحفية هاجر الريسوني، فقد أصدرت العديد من التنظيمات حقوقية ونسائية وأيضا مهنية أو تشتغل في مجال الصحافة والإعلام، أصدرت يعني بيانات تطالب بإطلاق سراح هاجر الريسوني وتعتبر أن اعتقالها تعسفي. وكمدافعين حقوق الإنسان نعتبر فعلا أن هاجر الريسوني هي ضحية اعتقال بسبب ممارستها الصحفية، بسبب اشتغالها في صحيفة هي أصلا يعني صحيفة تحت الضغط وتحت القمع ما دام مديرها هو في السجن. ونعرف أن مجلس حقوق الإنسان في إطار يعني فريق عمل المتعلق بال سيدة خديجة، المعني بالعمل. سيدة خديجة، يعني تعتبرون التهم الموجهة إليها بخصوص الحمل غير الشرعي والإجهاض ملفقة بالكامل؟ نحن نعتبر أن مسألة الإجهاض هي مسألة شخصية ولا تهم أي أحد، وأنها تدخل في إطار حقوق النساء. ونحن كحقوقيين وحقوقيات وجمعيات نسائية وحقوقية سبق وطالبنا ولا زلنا نطالب بأن الأمور أو البنود أو الفصول التي تجرم الحق في الإجهاض هي فصول يجب أن تلغى من القانون الجنائي، ولا يجب أن تكون هذه المسألة مسألة تتدخل فيها السلطة أو تحاكم بسببها الناس، فلا يهمنا هذا الأمر. ونعتقد أن هذه كيفما كان الحال هناك اعتداء على هاجر الريسوني باعتباره صحفية، وأن هذه الأمور هي فقط مبرر للزج بها في السجن من لكن أجل لماذا سيدة خديجة ومن أجل لماذا الانتقام كذلك من لماذا بلغ لماذا نعم. بلغ الأمر بالسلطات المغربية أن تلاحق الصحفيات المعارضات بهذه التهم؟ لماذا هذه التهم؟ تهم الحق العام ليست بجديدة، يعني كل النشطاء، كل السياسيين، كل يعني الديمقراطيين والمعتقلين السياسيين الآن الذين هم في السجون، هم أغلبهم لم نقل كلهم معتقلون أو متابعون بتهم الحق العام. هذا أسلوب أصبحت تلتجئ إليه الدولة لكي تتهرب من طبع السياسي للمحاكمات التي تقوم بها ضد النشطاء وضد المعارضين. تعتبر أن بتوجيه تهم الحق العام كالخيانة الزوجية واستهلاك المخدرات والضرب والجرح والخيانة الزوجية وغيرها يعني من تهم من هذا القبيل، تعتقد أن بهذه التهم يعني تغطي على طابع السياسي لهذا الاعتقال، وأن هؤلاء الأشخاص هم مجرمون، وتحاول كذلك أن تخلق يعني فراغا حول هؤلاء المعتقلين لكي لا يكون هناك تضامن معهم، وتريد كذلك أن تشوه سمعتهم في وسط المجتمع لكي يعتبروا مجرمين وليس نشطاء ومعارضين وأنهم معتقلين بسبب آرائهم وبسبب نشاطهم. هذه كلها أساليب نعتبرها يعني أصبحت الدولة تحاول أن تتهرب بهذه ألا يعتبر هذا سيدة خديجة يعني نعم لكن ألا يعد هذا تراجعا خطيرا وكبيرا في مسار الحقوق والحريات في المغرب قياسا إلى الدول التي تجاوره مثلا؟
طبعا نعتبر أن المغرب دخل في مسلسل من التراجعات، هذه فقط قضية واحدة لكن ليست الوحيدة، فمنذ يعني بضع سنوات عرفنا تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات، شاهدنا كيف أن الجمعيات الحقوقية تمنع من أنشطتها، شاهدنا كيف أن نشطاء حركات اجتماعية تطالب بحقوق بسيطة كالتعليم والصحة يزج بهم في السجن، ومثل يعني معتقلي حركة الريف الذين حكموا ب 20 سنة سجنا نافذا، شاهدنا كيف أن الحق في التظاهر أصبح في العديد من لماذا المناطق سيدة خديجة يعني كيف مجرم، تفسرون وكذلك كيف تفسرون نشهد هذا التضييق الكبير على الحريات في المغرب وجيرانه من الدول الأخرى تشهد مناخات كبيرة من الحريات؟ نعتقد أن في المغرب هناك تدهور على المستوى الاقتصادي، هناك انتهاك خطير لحقوق اقتصادية أساسية كالشغل، نسبة البطالة ترتفع، التعليم يتدهور، الصحة تتدهور، وهذا يجعل من الناس يعني يحتجون، يخرجون إلى الشارع يطالبون بالحقوق، ولكي لا تكون هذه المطالبات ولكي لا يتنظم الناس في جمعيات وفي نقابات وفي أحزاب تطالب بالتغيير، يعتقد النظام أنه بقمعه للحريات وبالزج بالصحفيين الذين يكتبون ويتابعون الحركات وبالزج بالحقوقيين الذين يدافعون عن المعتقلين ويدافعون ويطالبون بهذه الحقوق ستتمكن من عدم يعني سماح أو يعني أنها ستستريح من هذه الحركات وستحمي نفسها من يعني احتجاجات شعبية، لهذا فدائما الاعتقالات السياسية وضرب الحريات وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية هي مرتبطة بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فعندما تريد الدولة أن يعني تسمح بالنهب والفساد وتعتمد على النهب والفساد لتستمر في وجودها فهي تلجأ أيضا للاعتقال السياسي ولضرب الحريات لكي لا يتمكن الناس المتضررون والفئات الاجتماعية المتضررة من الاحتجاج ومن الخروج إلى الشارع، وتعتقد أن بهذا القمع ستتمكن من استمرار هذه كلها يعني وسائل لجعل المواطنين لا يطالبون بالحقوق ولا يطالبون بالتغيير ولا يحققون هذا التغيير، لهذا فدائما النضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية ومرتبط كذلك بالنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. شكرا جزيلا الحقوقية المغربية خديجة الرياضي من الرباط.